السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا جانب من الاشغال نتاع السكك الحديديه نتاع الخط الشمالي، يعني الاشغال نتاع تحسين المسار وازدواجيه المسار نتاع هذا الخط الشمالي، واللي يقع في ولايه عين دفله بين بلديه العفرون وبلديه خمس مليانه على امتداد حوالي 55 كيلومتر. إذن هذا المشروع يعرف تأخر كبير، رغم يعني طابعه الاستراتيجي، حيث يقع على المسار نتاع الطريق الخط الشمالي نتاع السكك الحديدية اللي يربط بين عنابة والجزائر العاصمة ثم إلى وهران. إذن ما زالت الأشغال متعطلة، رغم أنه فيه أكبر نفق مزدوج لسكك الحديدية في إفريقيا، واللي يقع بالقرب من بلدية بومدفع، يعني نفق القنطاس، اسمه نفق القنطاس هذا، اللي يبلغ طوله حوالي 3 كيلومترات، وهو مزدوج كما قلت. يعني هذا المشروع هذا تم يعني تم قد تمت الأشغال به، لكن بعد مدينة العفرون تبقى مشاكل أخرى لاكتمال هذا الشطر اللي رانا نشاهدوه فيه، واللي تقوم به الأشغال، يعني الأشغال هذه تقوم به شركة صينية وبإشراف الوكالة الوطنية لتسيير وإنجاز المنشآت السكك الحديدية. إذن هذا هو يعني الجانب من هذه الأشغال، ما زال متعطل لأسباب مختلفة ما عندها علاقة بالنزع الملكية والأشكال مشاكل مختلفة وتحويل بعض الخطوط تاع الكهرباء وأداة الضغط العالي ومشاكل أخرى. إن شاء الله الأشغال تأخذ وتيرة يعني جيدة وننتهي منها، باش نسرح لالين هذه نتاع النور، اللي المفروض تكون فيها الكهرباء كلية للخط هذا، ووصول سرعة يعني القطارات فيها إلى 220 كيلومتر في الساعة، يعني سيستم LGV لين أغروند فيتاس. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.